انتشرت في الاونه الاخيره فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب وفي قنوات كتيره جدا من المهتميه بتربيه الدواجن مقاطع بتقول المكون السحري ده هتحطه للدواجن بتاعتك او المعلقه السحريه دي بمعلقه واحده بس هتلاقي الدواجن بتاعتك بتنتج كميات بيض كتيره جدا وما احناش ملاحقين من انتاج البيض. المكون السحري ده او بمعلقه واحده من المكون ده صدقوني الدواجن بتاعتكم كلها هتنتج كميات من البيض. بقول لكم المكون ده اهو والمكون السحري التاني كمان اهو. وخد يا ريكس العب الازازه دي اخرها يلعب بها ريكس، لان في الحقيقه مفيش اي مكونات سحريه تزود انتاج البيض في الدواجن، في مكونات تقلل انتاج البيض في الدواجن. عايزين تعرفوا الحاله العلميه كامله تابعوا الفيديو ده للنهايه. ومن عند الدواجن بتاعتنا هقول لكم الحقيقه كامله. في الحقيقه ان انتاج البيض في الدواجن بيعتمد على عده عوامل وليس عامل واحد، ولا توجد عوامل في زياده انتاج البيض في الدواجن. الدواجن المنتجه للبيض هي دواجن فسيولوجيا مهيئه لانتاج البيض من الناحيه الوراثيه. في انواع من الدواجن مخصصه لانتاج البيض، وفي انواع من الدواجن مخصصه لانتاج اللحم، وفي انواع من الدواجن مخصصه للغرضين انتاج البيض واللحم. من اشهر انواع الدواجن المنتجه للبيض هي السلاله الايطاليه المشهوره، سلاله الهورن الايطاليه، ودي بتنتج اكتر من 360 بيضه في السنه. اما بالنسبه لنا احنا كمربيين عرب ومربيين في بلادنا العربيه، فهناك سلاله مشهوره جدا بانتاج البيض وهي سلاله الفيومي، ودي بتنتج اكتر من 200 بيضه في السنه. اما بالنسبه للدجاج العربي او الدجاج البلدي فبيقل انتاجه عن ال 200 بيضه في السنه. في الحقيقه انه لا يوجد اي مكون نهائي يمكنه زياده انتاج البيض في الدواجن مهما انا ضفت لهم. تقف الدجاجه عند الحد الوراثي الخاص بها، وده الاسباب هقولها لكم، وتعالوا نشوف مكان تاني نتكلم فيه مع بعض. يلا بينا. يلا. عوامل بتؤدي الى وصول الدجاجه لاقصى معدل انتاج بيض سنوي لها. من اهم هذه العوامل هي التغذيه الممتازه والعلاقه المتوازنه المحتويه على اكثر من 28% نسبه بروتين، ونسبة الإضاءة في اليوم. العامل الإضاءة تحتاج الدجاجة من 15 ل 17 ساعة إضاءة في اليوم عشان توصل لأقصى إنتاجية في إنتاج البيض. لو قلت الساعات عن كده بالذات في فصل الشتاء بيقل إنتاج البيض، يبقى نسبة الإضاءة، يبقى إحنا عشان نوصل لأعلى إنتاجية لازم نستعين بالإضاءة الصناعية وخاصة في أشهر الشتاء. أما بالنسبة للعليقة لازم الدجاجة تحتوي على عليقة بيها نسبة بروتين أكتر من 28% حتى تحصل على نسبة البروتين العالية اللي بتمكنها من إنتاج البيضة. هناخدوا بيضة مع بعض ونكسروها في صح ونشوفوا مكونات البيضة إيه. خارج للبيضة، البيضة بتتكون أساساً من الكالسيوم، ودي مكون أساسي من مكونات القشرة. يبقى لازم أضيف الكالسيوم للدجاج بتاعي بنسبة 1% على الأقل من تركيب العليقة. أنا هنا شخصياً بحط الكالسيوم في صندوق خاص بتتناول منه الدجاجات زي ما هي عاوزة بمنتهى الحرية. يبقى أول مكون بتاعي هو الكالسيوم. تعال نكسر البيضة ونشوفوا فيها إيه من جوه. طبعاً يعني كله عارف البيضة فيها إيه من جوه. بصرف النظر عن القشرة اللي بتتكون من الكالسيوم، البيضة بتتكون من مكونين رئيسيين هو الصفار والبياض. البياض ده بيتكون من 100% بروتين، 100% بروتين. اما الصفار بيتكون من عدة مواد كيميائية فيها انزيمات وفيها دهون وفيها كربوهيدرات وفيها فيتامينات واملاح معدنية بالاضافة للمية. يبقى المكون الرئيسي بتاعي هنا في البيضة هو البروتين. لو ما حصلتش الدجاجة على نسبة بروتين عالية زي ما قلت على الاقل 28% بروتين، يا اما تتوقف الدجاجه عن انتاج البيض نهائيا او تنتج البيض بكميات قليله. والبروتين عندي هنا من مصدرين، مصدر حيواني ومصدر نباتي. والدجاجه عموما والدواجن عموما تقدر تكون البروتين بصوره طبيعيه ما عدا انواع معينه من البروتينات يجب الحصول عليها من مصادر خارجيه. انا عندي هنا اهم المصادر اللي بتديني البروتين بتاعي، هو بالنسبه للمصادر النباتيه هو فول الصويا والفول العادي وجميع انواع البقوليات فيها نسبه بروتين عاليه زي العدس والفاصوليا واللوبيا.
اما بالنسبه للبروتين الحيواني فبتحتاجه الدواجن بكميات قليله، لان في انواع من البروتينات لا يمكن الدجاجه تكونها بنفسها الا اذا حصلت على مصادر حيوانيه خارجيه. وانا هنا بقول بودره السمك، مسحوق اللحم، مسحوق العظم، الدود الابيض بيوفر للدجاج بتاعي نسبه البروتينات الحيوانيه المطلوبه. لو انا قدرت ادي الدجاج بتاعي نسبه اضاءه ممتازه من 15 ل 17 ساعه اضاءه في اليوم مع اعطائها نسبه البروتين العاليه المكونه من خليط من البروتين الحيواني والبروتين النباتي في العلاقه بتاعتي علاقه متوازنه تحتوي على جميع العناصر الغذائيه، هنا هقدر اخلي الدجاج بتاعي يدينا اقصى انتاجيه في البيض. زي ما شرحنا عن اهميه عدد ساعات الاضاءه واهميه العلاقه المتوازنه المتكامله المحتويه على كميه كبيره جدا من البروتين، بنتكلم عن المكان لازم يكون نظيف متسع خالي من الاوساخ خالي من مسببات الامراض، لازم القطيع بتاعي يكون صحته ممتازة وتكون الفرشة بتاعته جافة وفرشة كثيفة بحيث ان الدواجن بتاعتي تاخد راحتها. اهم نقطة الفرز، ازاي اعرف الدجاجات المنتجة للبيض من الدجاجات ضعيفة الانتاج او المنقطعة الانتاج نهائيا، عشان اقدر اكون قطيع عالي الانتاجية اقدر ابذل فيه مجهود واصرف عليه فلوس يديني مردود، وده اللي هنشوفه في المقطع اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. مع بعض دجاجه نموذجيه في انتاج البيض. الريش متسع، العرفه احمر، الجليات حمرا، الجسم مش مليان، مش سمينه، الريش متسخ، الريش كامل، مفيش قلش. اهم شيء عندي بقى المخرج، زي ما انتم شايفين كده المخرج طري، الفتحه متسعه زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى صوابعي هنا، بسم الله ما شاء الله، يعني كل الصوابع داخله وفي مساحه كمان كبيره. دي خلاص دي ما دي بياضه، دي دجاجه نموذجيه لانتاج البيض. تعالوا مع بعض ناخد دجاجه نموذجيه في ضعف انتاج البيض. زي احنا شفنا دجاجه نموذجيه بصفات نموذجيه لانتاج البيض، تعالوا مع بعض شوفوا الدجاجه ضعيفه الانتاج شكلها ايه ومواصفاتها ايه. عرف يختلف تماما، يكون العرف لونه مش احمر، العرف مش لونه احمر زي ما شايفين كده، لونه ازرق وخشن، العرف خشن، وده علامه مميزه جدا في الدجاج ضعيف الانتاج ان العرف دايما يبقى خشن. تعالوا بقى نشوف المخرج، ودي العلامه المميزه بتاعتنا. المخرج جاف وضيق، فتحه جافه وضيقه. تعالوا نفتح بقى صوابعنا زي ما انتم شايفين، صباعين اتنين بس، صباعين اتنين بس، والعظمه صلبه. دايما باستمرار اكون حريص ان انا افرز القطيع الدواجن بتاعتي باستمرار. الدجاج اللي بتقف عن الانتاج البيض، الدجاج ضعيف الانتاج البيض، الدجاج اللي بيغير ريش قلش في المواسم الغلط، يعني في قمه الشتاء وقمة البرودة والدجاجة تقلش رش، ودي غلطة كبيرة جدا وراثية في الدجاج. يعني القلش ليه مواعيد مخصوصة، في ساعات الدجاج يقلش في عز البرد، دي بتحتاج كمية غذاء كبيرة جدا، بتمتنع عن انتاج البيض نهائيا لحد الرشة كله ما يتكون. فاحنا دي بنتخلص منها تمام، وزي ما احنا قلنا قبل كده الدجاج ضعيف الانتاج احنا بنتخلص منها، يعني الدجاجة دي احنا هنتخلص منها لان وجودها في القطيع تستهلك اكل كتير، هتستهلك نظافه ومجهود ومفيش انتاجيه. طب لو حبينا نزود البيض نعمل ايه؟ زياده البيض هنتكلم عنها بالتفاصيل في الفيديو ده. طب انا هندي بروتين حيواني، هندي بروتين نباتي، هندي عليها متكامله، هنوفر للدجاج بتاعنا ظروف مثاليه للتربيه، هنختار السلاله الممتازه في انتاج البيض. وبعد ما شفنا المقطع البسيط ده عن معرفة الدجاج قليل الانتاج او منعدم الانتاج من الدجاج المنتج، يجب على كل مربي دواجن الحرص على فرز قطيع الانتاج بتاعه كل فترة وباستمرار حتى نحصل على اعلى انتاجية واعلى مردود من القطيع بتاعي. ما بذلش مجهود ووكل علف متكامل واعمل له رعاية صحية متكاملة وادي له الفرشة الممتازة، وانا عندي افراد غير منتجة في هذا القطيع، يجب التخلص فورا من الافراد الغير منتجة. احنا النهاردة بنقدم لكم المعلومة الصحيحة، لا يمكن دفع الدجاجة لانتاج البيض بكميات كبيرة
بأي وسيلة إلا عن طريق الوسائل الهرمونية. والوسائل الهرمونية ديت لو احنا اتبعناها مع الدجاج بتاعنا هيصاب بهشاشة العظام، هيصاب بالأمراض، هيقل العمر الإنتاجي بتاعه. احنا قلنا ان العمر الإنتاجي للدجاج أول عام بيبقى أقصى إنتاجية، العام الثاني تبدأ الإنتاجية في الضعف، بعد التعام الثاني يبدأ الدجاج في مستوى يضعف بالتدريج لحد ما نوصل لأقل كمية إنتاجية حسب الحالة الوراثية للدجاج بتاعك. التركيبات اللي أنا بشوفها في القنوات اللي موجودة عن تربية الدواجن، فأقصى حاجة ممكن تعملها هي رفع مناعة الطيور ورفع جهاز المناعة بتاعهم لمقاومة الأمراض فقط لا غير. أما زيادة الإنتاج فإحنا قلنا قبل كده ده مرتبط بالحالة الوراثية للدجاجة نفسها وبنوع السلالة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان ما تنسوش قناتكم قناة وفر فيدك منوعات 3 من تلقوا عليها نظرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.